العافية يا شباب. هلا رضوان. شو سيارة المعلم برا؟ ما له بالعادة يجي عبكير. المعلم صار له من امبارح منه مبين، حتى عائلته مشغول بالهم عليه كثير. كيف يعني؟ المعلم مش هون؟ لك رضوان شو عم ننفخ بالطاحون؟ عم بقول لك المعلم من امبارح مش مبين، مختفي ما له أي أثر، حتى على تليفونه ما عم بيرد. شبك شو في؟ جثة عزام ما لقيناها بالمكتب. شو عم تحكي؟ جثة عزام اختفت مانا موجودة. شو يعني اختفت؟ وين بدها تكون؟ مثل ما عم قول لك، ليكو رضوان عندي وأكد لي كل شيء. ماشي، هلا بشوف شو القصة. شو القصة سامي؟ اختفت جثة عزام. ما يكون ملعوب منه؟ وين بدها تكون اختفت جثته لعزام؟ نحن فوتنا حالنا بقصص أكبر منا بكتير. ما كان لازم اسمع كلامك وامشي وراك. رضوان هدي، خليني افهم شو عم يصير حوالي. القصة ما بدي فهم، واضحة. أكيد في حدا شافنا وقرر يلعب فينا هلا. ويا خوفي ما يكونوا رجال عزام ورا هالشيء. أنت لاحظت عليهم شيء؟ ولا كأنه صاير شيء. كل شيء طبيعي. وهي اللي رح يجنني.